مشاهدينا الكرام مرحبا بكم في عدد جديد وحلقه جديده من برنامج هذا رايكم لنحكوا فيه على كامل واش يخص مجال التجاره الالكترونيه. اليوم راح نحكوا على شركه التوصيل، وراه معايا وليد العريبي مدير شركه مايسترو للتوصيل. مرحبا بك وليد. الله يسلمك. السلام عليكم كريم، بارك الله فيك على الاستضافه وكل طاقم قناه الاقتصاديه الاولى. الله يعيشك، مرحبا بك وليد. وليد اليوم راح نحكوا على شركات التوصيل واش راه واقع شركات التوصيل في الجزائر. داكور، شركة التوصيل في الجزائر كما على بالنا بالنسبة للناس اللي ما تعرفهاش هي شركة اللي تسمح لك باش توصل الطرد تاعك للزبون مهما يكون لوندروا اللي يكون فيه الزبون تاعك. فبطبيعة الحال التوصيل حيكون في كامل التراب الوطني 58 ولاية، يعني هذه الشركة هي اللي رايحة تكون الوسيط ما بين البائع والمشتري باش توصل له الطلبية تاعو في اقرب الاجال. دوك انا تاجر الكتروني، خيرت له البرودوي تاعو، انشأت المتجر الالكتروني، انشأت الصفحة، واش عليا لازم ولا كيفاش ندير باش نلتحق بشركه التوصيل ونسكري معاهم ونسني معاهم كونطرا باش هما يولوا ليفريو لي السلعه تاعي؟ داكور، هي كما على بالك سي كريم هذا المجال تاع شركه التوصيل ديفلوبا مع الوقت، يعني في وقت مضى ما كانوش كاين شركات اللي توفر خدمه التوصيل كاع الولايات، كانوا كاين بعض التجار اللي يبعثوا السلع تاعهم مع مختلف وسائل النقل، كاين اللي يبعث مع طاكسي، كاين اللي يبعث مع البوس وما الى ذلك. وكما على بالنا بلي هذيك الطريقه ما راهيش طريقه فيابل، يعني طريقه مضمونه باسكو قادر الطر تاعك ما يوصلش. وكما على بالكم ثاني بلي احنا في الجزائر اغلبيه يعني الطلبيات تكون عن طريقه الدفع عند الاستلام، فلازم ثاني هذاك الزبون يخلص عند استلام المنتج. وهنا وين جاء الدور اللي لعباته شركه التوصيل، الدور الاساسي اللي يسمح لكل التجار الالكترونيين مهما يكون لا ولايه اللي يسكنوا فيهم باش يبيعوا المنتج تاعهم عبر كامل التراب الوطني. وهذه الشركات باش تنخرط معاهم بطبيعه الحال كاين بعض الشروط، واللي هي يكون كاين عقد ما بين التاجر الالكتروني وشركه التوصيل باش التاجر الالكتروني يحمي نفسه ويكون كل معامله يديرها مع الشركه تكون فيها تراسابيليتي يعني، وكذلك شركه التوصيل تحمي ثاني روحها مع التاجر الالكتروني هذا. دوكا شركه التوصيل في الجزائر، قل لي انتم كاين مدن بعاد واللي التوصيل فيهم يستغرق عده ايام، نحكوا على ولايه الصحراء الكبرى مثلا، وشنو هما الاجراءات اللي يديرهم التاجر باش يضمن السلعه تاعو كي تروح للولايات اللي بعاد؟ داكور، هي كي نروحوا نشوفوا اليوم التجار الالكترونيين وتحكي معاهم، احنا هذا الصالون هذا راهو فرصه باش تتكلمنا مع العديد من الناس اللي يمتهنوا هذه التجاره الالكترونيه، وسالناهم على المشاكل تاعهم، فتلقى بلي المشكل الاساسي اللي يقعد اشاك فوا يتعاود هو مشكل تاع لي روتور. داكور، باش نبسطوا شويه للمشاهد الكريم لي روتور وشنو هما لي روتور. سي كي تبعث انت كتاجر الكتروني تبيع السلعه تاعك سور انترنت وتبعث السلعه هذيك للزبون بعد ما تفاهمت معاه على الثمن، تفاهمت معاه على السلعه وشنو هي وشنو هو لو برودوي تو، ولكن كي يوصل لو ليفرر يعني في اخر المطاف يوصل لو ليفرر عند الزبون، كاين بعض الزبائن فهنا يولي ما يرفدش على الزبون لعده اسباب، ممكن يطولوا عليه يعني باش يلحقوا له طلبيه، يعني مجموعه من المشاكل هذه راح نطرقوا لها في الفقره الثانيه ان شاء الله. اليوم حكينا ثم شركه التوصيل هي وسيط بين الزبون النهائي والتاجر الالكتروني. اكزاكتلي. وتضمن للتاجر الالكتروني راح تضمن له حقوقه الماليه، والزبون راح تضمن له الكولي تاعو. هذه من جهه. كي نحكوا على شركات التوصيل اليوم راهم عندنا بزاف شركات توصيل في الجزائر، كيفاش ساهمتوا انتم كشركات توصيل في الحركيه التجاريه بدرجه اولى ومن ثم الحركيه الاقتصاديه في الجزائر؟ داكور، فنحاول نحكيو على شركه مايسترو ديليفري كشركه رائده في مجال التوصيل ومجال الخدمات اللوجستيه في الجزائر اللي تخص الاي كوميرس بيان سور. فاحنا ساهمنا على عده كما نقولوا على عده محطات. اولا قدمنا خدمه توصيل، خدمه التوصيل اللي هي راهي الخدمه الاساسيه اللي يحتاجها اي تاجر الكتروني باش توصل السلعه تاعو وكذلك استرجاع الاموال. بعد ذلك زدنا شفنا بلي كاين تجار الكترونيين اللي يحتاجوا يعني وين يخزنوا السلعه تاعهم وباش يديروا لومبالاج ايتو، فزدنا قدمنا السيرفيس بريميوم تاع مايسترو ديليفري واللي هو كان كما نقولوا انوفاسيون سور لو مارشي، وين حنايا نستوكيو السلعه تاع التاجر عندنا في لي ديبو تاعنا، وكي تكون كاينه اون كوموند يعني طلبيه نقوم بالتغليف
يعني ما يعرف بالوير هاوسينغ، عملية تخزين ما يعرف بالوير هاوسينغ، فهذه راح تسهل بنسبة كبيرة على التاجر الإلكتروني العملية تاعو. والحاجة الفريدة هي أنه هذا الوير هاوسينغ يعني راح يكون ديسنتراليزي. وش معناها؟ معناها إحنايا عندنا لو سيستم تاعنا، لا بلاتفورم تاعنا اللي إحنا ديفلوبيناها يعني من الصفر، عندنا يونيكيب دانجينيور اللي يخدموا كما نقولوا ليل نهار على لابلي على لا بلاتفورم، وين هذيك لا بلاتفورم راح تبعث المنتجات للوير هاوس اللي يكون قريب للزبون. يعني مثلا باش نبسطوا للمشاهد الكريم، مثلا طلبيه في وهران ولا في عنابه ولا في تلمسان، فهنا نحن نحاولوا كيفاش المنتج يكون وصل لهذيك الولايه قبل ما تجي طلبيه، بحيث كي تكون كاينه طلبيه حلي فريولو من اقرب محطه ليه. يعني التاجر الالكتروني راه في وهران، سلعته راه في وهران، كي تجيه كوموند ما يشقاش يبعثها من الجي حتى لوهران، تما ما انت راه في وهران تتغلف وتتبعث في وهران سور بلاس. فوالا، هو التاجر الالكتروني ما يهمش وين يكون، يعني يقدر يكون في وهران، يقدر يكون في العاصمه، يقدر يعني يحب يقول في الحركيه التجاريه والاقتصاديه انتم ساهدتهم بزياده المبيعات، بزياده المبيعات، بتقليص نسبه لي روتور تاعهم، نسبه الخسائر بشكل عام. يعطيك الصحه. اليوم رانا حكينا على المبادله التجاريه وين حركتوا المبادله التجاريه. المشاهد يقول يعني ك ك ك كشركه واش قدمت للاقتصاد من توظيف من كذا، شحال يعني مايسترو قدرت توظف من عامل الى يومنا هذا؟ بارك الله فيك. دونك حنا لو نشوف في الوقت الحالي يعني اكطويلمون في الوقت اللي رانا فيه نتكلموا، الحمد لله الشركه راهي فيها اكثر من 200 كما نقولوا كولابوراتور فول تايم. هذوما سي لو ستاف تاع مايسترو، من اللي يخدموا في الاداره، اللي يخدموا في لي وير هاوس، لي كورديناتور، فهادو اكثر من 200 شخص يشتغل بصفه يعني كما نقولوا دائمه، بصفه دائمه، بالاضافه الى لي ليفرر بارتنر تاعنا. دونك عندنا ازيد من 1400 ليفرر يشتغل بصفه دائمه فول تايم. يعني فباش نوضح هنا الفكره، فاحنا في مايسترو ديليفري لي ليفرر تاعنا اللي هما راهم كما نقولوا لا باز تاع باش تمشي كامل هذه الخدمه، سي ديليفرر اللي يخدموا بصفه دائمه، ماشي يقولوا عنده خدمه واحده اخرى ولا ليفريزون دايرها زياده، نو. فهذه تعتبر المين جوب تاعو، فتعتبر هذه هي العمل الاساسي تاعو كعامل توصيل. وهاد العمال تاع التوصيل بيان سور راهم يبينيفيسيو من دي فورماسيون ريغولير، يعني شاك موا عندهم دي فورماسيون كيفاش تقنيه التواصل مع العملاء، كيفاش يعني مايسترو تقوم بدورات تكوينيه لجميع العمال تاعها، يعني نقدروا بصفه دائمه، يعني نقدروا نقولوا مايسترو راه يتوظف اكثر من 1500 عامل سواء بشكل رسمي ودوام كامل ولا بشكل غير رسمي يعني بدوام جزئي. اكزاكتومون. دوك اليوم حكينا الله يبارك 1500 عامل، كيفاش تقيم انت، كيفاش تقيم المردود ولا المستوى اللي راهي تصصوا المردود اللي راهي تمدوا ولا المستوى اللي لحقت ليه شركه التوصيل عبر كامل التراب الوطني تما في الجزائر كامل، شحال تعطي لانوت لي سوسيتي ديفريزون تاع الجزائر؟ الحمد لله. شوف صراحه، لانه احنا كنا العام اللي فات دخلنا الى السوق التونسي، فمايسترو ديليفري متواجده ايضا في تونس، في الاسواق الخارجيه، في اسواق خارجيه في تونس. فهاد لا تكنولوجي اللي راهي عندنا اليوم وهاد لو سيستم اللي بنيناه اليوم، رانا عاودنا كما نقولوا درنا الاستنساخ في تونس. بعد ما دخلنا المارشي التونسيان عاودنا زدنا فهمنا ثاني كومون سا مارش. بكل صراحه انا لقيت بلي شخصيا بلي احنا في الجزائر شركه التوصيل راهي متطوره الى حد ما، سواء من ناحيه لي بلاتفورم، سواء من ناحيه الخدمات لي سيرفيس. فاليوم ما يخفاش عليك بلي الجزائر الله يبارك راهي دوله قاره، راهي اكبر بلد في افريقيا. ومع ذلك تلقى بلي كاين لي كوموند يتليفراو دي فوا من اقصى الشرق الى اقصى الغرب، ولا من في الصحراء يتليفراو في اقل من 24 ساعه. فهذا راهو حاجه كما نقولوا يعني انجاز اللي لازم نكونوا فخورين بها اليوم حنايا. يعني نقولوا بلي شركه التوصيل راهي في المستوى اليوم، مع وجود بعض المشاكل راح نحكوا عليها في الفقره الجايه ان شاء الله. سما شحال تعطي لهم لانوت؟ لانوت لانوت المايسترو لانوت بور تو الموند نعطي لهم 9 سور 10. لي سوسيتي لي سوسيتي الرائده في المجال نعطي لهم 9 سور 10. 9 سور 10 بعد ما شفت يعني واش كاين اير نعطي لهم 9 سور 10. 9 سور 10 باش نشجعوهم بيان سور. مشاهدينا الكرام، رانا ولينا لكم في الفقرة الثانية تاع أهدر لي حلول وأهدر لي مشاكل. الحاجة الأولى راح يحضرنا سامي على المشاكل اللي تواجههم كشركة توصيل في العمل، وشنو هما لي بروبليم اللي راكم تلقاوهم ويلقاوهم التجار الإلكترونيين في العمل؟ بالنسبة للمشاكل والله بكل صراحة ما نحبش نحكي عليها بزاف،
لانه المشاكل متواجده اينما ذهبت واينما حليت. باش نكونوا صراحة، نيمبورت كيل بي اللي حتروح فيه في العالم حتواجه مشاكل، فحنايا لو رول تاعنا كشركات انه نلقاو الحلول لهذه المشاكل ونتاقلموا معاها. فصار لي انسان يقعد يقول مثلا مشاكل فلانيه عرقلوني منها، ولكن راح نذكروا بعض المشاكل الاساسيه اللي رانا نشوفوهم كما نقولوا في الميدان. صح، عندنا مثلا نبداو بالمشكل الاول اللي هو المشكل تاع لي روتور. لي روتور كما كنت حكيت من قبل هو كي تبعث الطرد تاعك للزبون والزبون ما يستلمش الطرد هذاك، سواء ما يجيش ولا ما يرفدش على الهاتف ولا يعني هذا لي روتور هذوما مبدئيا حيسبوا خساره للتاجر الالكتروني ويسبوا خساره لشركه التوصيل. دونك عندنا المشكل تاع لي روتور. عندنا المشكل الثاني تاع باريزوم كاين مناطق ما فيهمش لو ريزو، مثلا مناطق بعاد جايين في بعض الجبال، مناطق النائيه، فهنا لو ريزو حيكون لو ريزو تليفونيك حيكون ناقص. وكما على بالك باللي في عمليه التوصيل الاداه الاساسيه اللي يستعملها لو ليفرور مع الكليون سي التليفون، حيعيط له في تليفون الو مسيو وين راك باش نجي عندك بور ليفري لا كوموند، فهنا ما يقدرش يتحصل عليه. وممكن هو هذيك البلاصه ما عادش يروح لها يوميا، بالك يروح نهار بنهار، فهنا راح تسبب يعني دي ريطار وتسبب ثاني ممكن دي روتور. يعني اللي يقول لك انا ما جاتنيش لا كوموند في الوقت جوبونس ناني ليها خير. يعطيك الصحه، الور كو هو كان قادر بك لو كان كاين لو ريزو يقدر يليفري له لا كوموند تاعو. داكور. ومشكل النت، دي فوا عندنا انقطاعات في الانترنت، مثلا في شهادة البكالوريا ولا في الباك يكوبيو لا كونيكسيون، كيفاش تتعامل ما يشترو ولا شركه التوصيل مع هاد لي بروبليم؟ سي فري، دونك كاين دي بروبليم دي فوا تومبورير، مثلا كيما حكيتي على الباك، فعلى بالنا باللي سي فري اللي دا هاد لا ديسيزيون ممكن عنده اسباب علاش داها، ولكن حنا نقولوا له باللي لازم تشوف ثاني لاسبي ايكونوميك تاع هاد لي ديسيزيون. فحنا كشركه توصيل ولا ك كل تجار الكترونيين ثاني راهم يتضروا من هذاك الانقطاعات، بطبيعه الحال حنا نتعاملوا معاها نتاقلموا معاها. مثلا في هذيك لا سيمان تاع الباك واش نديروا حنا كشركه مايسترو؟ نبداو نخدموا باريزوم على 7 تاع الصباح، فنبداو نخدموا على 5 اور دو ماتان، توجور نحاولوا نخدموا زوج سوايع قبل الوقت، يعني لي ليفرور كاع ما حيجوا على 5 اور دو ماتان، نسيو كيفاش نبروفيتي اون اكسبيدي لو ماكسيموم تاع لي كوموند قبل الانقطاع اللي يكون على 8. اي والله قبل ما يكون لا كوموند اكزاكتومون. بعد ذلك عندنا على بالنا باللي من 8 ل 10 حيكون كاين انقطاع، فهنا لانه حنا العمل تاعنا راهو ال ديبون بصفه يعني بنسبه 100% من الانترنت. فيما يخص لي سوليسيون ان شاء الله اللي نتمناو ان شاء الله باللي يكونوا في اقرب وقت، اللي هما لي سوليسيون دو بايمون الكترونيك، يعني وسائل الدفع الالكتروني. فحنايا اليوم شوفوا لو يكون فيه دفع الكتروني يلقى رواج من طرف الناس اللي راهم يديروا لي كوموند ومن طرف يعني كما نقولوا لي سيتويان، هذا الشيء راح يسهل علينا، راح يسهل على التجار الالكترونيين، راح تكون كاينه اون ريلاسيون دو كونفيونس، يعني تكون كاينه علاقه ثقه ما بين الشاري والبائع. فاليوم على بالنا بلي في الجزائر كاين ازيد الى ما خانتنيش الارقام من 14 مليون واحد اللي عنده لا كارت بونكار سواء ذهبيه ولا سيبي. البطاقات البنكيه ربما الوزير في لا كونفيرونس دو فريس تاع الصالون قال لك 15 مليون. هم زادوا ديجا مليون بارابور لا ميراجور اللي عندي انا. فهاد 15 مليون يعني انا واش نقول لهم؟ نقول لهم ما تخافوش من الدفع الالكتروني. ماشي دير بالك باللي كي دير دفع الكتروني معناها راح تكون ارناكي ولا سي فري. حنايا رانا اون انترفيان، حنا بارفوا دي فوا كاين عباد مثلا يبعث ان برودوي ماشي كونفورم لا فوتو، مي حنا اون انترفيان نعاودو نتصلو به، دي فوا الزبون يعاود يجي لينا حنا. اكزاكتومون، يعني شركه التوصيل راهي تحمي البائع والزبون في نفس الوقت. حاول كما نقولوا قدر المستطاع في اطار صلاحيات تاعها انها تلقى ان تيران دونتونت ما بين لي دو، ولكن الدفع الالكتروني هو راهو حاجه اللي حتسهل الحياه تاع الناس. فاوليو نتايا لازم ميم لو ليفرور لازم تستناه، لازم تخلصو يرجع لك الصرف، ولكن لو دير دفع الكتروني باغ اكزومبل دير لا كوموند تاعك يقدر يليفريها لك عند مثلا جارك، عند لا بوتيك، عند لاليمونطاسيون اللي قريب للدار، وانت العشيه كي تكون داخل الدار تاعك ترفد لو كولي تاعك وتروح. فهذه راح تسهل بنسبه كبيره عمليه التجاره الالكترونيه. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في الفقرة الأخيرة من برنامج هاد رأيكم، وين وليد راح يعطينا نصائح وتوجيهات للتجار الإلكترونيين. وليد، دوك هاد الفقرة هما كاع راهم يستناو فيها. نقول لك انصحني وريني كيفاش ندير أنا باش تكون عندي
في شركة التوصيل يكون عندي يعني ما عنديش الروتور ولا ما يكونش عندي واش نستعمل وشنو الوسائل كيفاش ندير كيفاش نكونفيرمي اعطي لهم النصائح. داكور داكور ما كانش مشكل. فهنا النصيحة نحن نقسمها اون دو إلا سمحت لي. فتكون النصيحة الأولى للناس اللي سمعت بالتجارة الإلكترونية وراي تلفت لها كيفاش. فاحنا شفنا بزاف إقبال كبير ما شاء الله في هذا الصالون طبعة ثانية ما شاء الله إقبال كبير من الناس اللي حابة تتعلم. من الناس اللي حابة ديكوفري لو دومين سمعوا التجارة الإلكترونية بزاف في ريزو سوسيو ولكن راهي تلفت لهم وراهم حابين يعرفوا ممكن يبداو يلونسان بروجي تو. فالنصيحة الأولى حتكون ليهم وش نقول لهم؟ نقول لهم باللي حاليا الحلول راهي متوفرة ليكو سيستام راهو متوفر ماهوش متوفر 100% وي 80% متوفر. فهنا أول حاجة هي لازم ندير الخطوة الأولى تجي عند مايسترو ولا عند اي شركه السلام عليكم انا راني حاب نبدا تجاره الكترونيه. حنا هنا راح نوجهوه ميم يكون واحد ديبيطون راح نوجهوه. كاين دي جون كي بروبوز دي فورماسيون داكور دي فورماسيون اللي حنا نقدروا نريكومونديوهم دي بارتنير معنا دي فورماسيون فيابل ماشي بيع الوهم ولا بيع حاجه ما تكزيستيش مي فريمون الناس اللي حتعاونك باش ديماري لا كارير تاعك. هذه حاجه الاولى فنقول لهم مرحبا بكم ميم سي مازال ما على بالكمش اكزاكتومون شنو هما لي ديطاي مرحبا بكم حنا حنوجهوكم وحنعلموكم كيفاش تقدروا تلونسيو لو بيزنس تاعكم. النصيحه الثانيه بالنسبه للناس اللي راهي تشتغل ديجا تجاره الكترونيه اول حاجه لازم الانسان يكون عنده اخلاقيات المهنه. هذه حاجه يعني دو باز لازم تكون عندك اخلاقيات المهنه. علاش؟ باش انت كي تبيع ان برودوي لازم لو برودوي هذاك يكون كونفورم. ما تبيعش ان برودوي بار اكزومبل انت على بالك بلي ما يديرش هذه الحاجه وتبيعه على اساس انه يعالج مشكل الوغ كو هو ما يعالجش. فهنايا اوتوماتيكمون انت راح تخسر على روحك وراح تخسر على كامل الناس اللي راهي في المجال. فهنا راح تفقد هذيك الثقه اللي راهي ما بين الناس اللي راهي تشري وما بين التجار الالكترونيين وحتى شركه التوصيل وحتى ممكن تعرض روحك انت لمتابعه قضائيه بار اكزومبل الناس تروح ديبوزي بيك بلانت ايتو. فهنايا هذه النصيحه الاولى. النصيحه الثانيه انه يتبع لو بروسيس كما نقولوا دو ا زد داكور. دونك عندك لي فورنيسور يعني جيبها حبه عندك لي فورنيسور تاعك اللي تشري عليهم تطور معاهم علاقه مليحه شركه التوصيل اللي تساعدك ولي لو موديل تاعها يساعدك لازم تخدم معاها بيان سور باش بينيفيسي من المزايا تاعها. عندك لو سيرفيس دو كونفيرماسيون تاعك لازم يكون فيابل ولازم يكون يمشي كما نقولوا على حسب لا دوموند. قال ماشي انت اليوم عندك 10 طلبيات في النهار تكونفيرميهم في الوقت كي يولوا عندك 50 تولي تكونفيرميهم ابري 3 جور اوتوماتيكمون لا كونفيرماسيون الا دارت ان روتار لا كونفيرماسيون هذا حيسبب الغاء طلبيه بطبيعه الحال فهو يسبب خسائر. والنصيحه الثالثه ممكن واحد تكون الاخيره اللي هي لازم الانسان يديفلوبي سكون افيل هارد سكيلز يديفلوبي روحه يقرا يتعلم الاستثمار في نفسك وفي الفريق تاعك. هذه حاجه امبورطون ماشي معناها انت اليوم عندك تجاره الكترونيه راك تخدم عندك طلبيات معناها سي بون وصلت نو. لازم دائما تستثمر في نفسك تتعلم مهارات جديده تتعلم دي زوتي جدد تتعلم على باليش انا اكسل تعلم تحسب تتعلم الماناجمنت تاع ليكيب اكسيتيرا. فهاد الشيء راه يخليك انت انك تنقل لو بيزنس تاعك الى مستوى اخر. وليد دوكا عرفنا يعطيك الصحه على النصائح هذول يعطيكم المشاهدين قول لي وراك تشوف الافاق نتاع شركات التوصيل في الجزائر سورتو مع دخول الذكاء الاصطناعي وين راح تقدر تلحق شركات التوصيل ولا لي سوسيتي ديليفريزون في الجزائر. هي الذكاء الاصطناعي راح سي تكنولوجي كي بو ريفولوسيوني يعني لو موند اون جينيرال وشركه التوصيل ما راهيش بعيده على لو موند. فاحنا الذكاء الاصطناعي كيفاش يقدر يعاون؟ يقدر مثلا ديجا في لا كونفيرماسيون اللي نحكيو عليها يقدر يكون اوتوماتيك باغ اكزومبل على بالك باللي هذا باستعمال تقنيه الذكاء الاصطناعي تولي تعرف انت شكون هو الزبون اللي ما يحتاجش تكونفيرمي تبعث له ديريكتومون لا كوموند تاعو. عندنا باغ اكزومبل ثاني في لوبتيميزاسيون قال مثلا اوليو لو ليفرور يروح يليفري هاد لو شومان اللي حياخذ له 120 كيلومتر بار جور يقدر يلقى ان اوتر شومان اللي حيكون اسهل واقرب. داكور عندنا ثاني دوتر سوليوشن ان شاء الله دون الفوتور اللي نقدروا اون بو لي زيماجيني وين انا حندخلوا دوتر بارتي في لو بروسيس تاع لو بيزنس كوم باغ اكزومبل لا ليفريزون ما حاش تكون يديروها مثلا اشخاص
يقدروا يديروها دي روبو بار اكزومبل كما شفنا في عده بلدان متطوره كاين دي فوا دي روبو هو اللي يفري لك لا كوموند تاعك. اي والله داكور في ليستونيا اعتقد بداوها نورمال اكزاكتومون ميم لوتوماتيزاسيون تاع لو بروسيس. يعني حنا مثلا في مايسترو داخل لي وير هاوس تاعنا لي ديبو تاعنا نقدروا نستعملوا هذه التكنولوجي تاع لي روبو باش نقصوا من الاخطاء بار اكزومبل باش نسرعوا من لو بروسيس. داكور فهذه كلها يعني حلول ممكن احنا لي زونفيزاجي. يعني الافق تاعك راح يكون تطور كبير ان شاء الله في شركات توصيل في الجزائر مع دخول الذكاء الاصطناعي. اكزاكتومون وخاصه مع زياده يعني الطلب على هذه الخدمات اللي نقدموها. يعني كل عام راه يكون كاين طلب كبير وطلب جديد ولو اي كوميرس كما نقولوا انا توجور اي كوميرس از ذا فيوتشر هو المستقبل. وليد لهنا رانا لحقنا اللافه يعطيك الصحه على النصائح والارشادات وان شاء الله المعلومات هذه تكون فادت المشاهدين اللي راهم يشوفوا فينا اللي حابين يبداو التجاره الالكترونيه ولا ديجا بداو راهم شويه تلفتوا. بارك الله فيك. يعطيك الصحه انت ثاني سي كريم ونشكرك انت ونشكر كل طاقم قناه الاقتصاديه الاولى على الاستضافه وان شاء الله نتمنى لكم التوفيق والنجاح ان شاء الله للجميع. مشاهدينا الكرام انا نبقى لي نقول لكم قائلا خلينا نتلاقاو في العدد الجاي موضوع جديد سوجي جديد استناونا السمانه الجايه ان شاء الله.